أولا يعني أود أن أنبه دائما بأن كل بلد لها خصوصية التعامل مع الفيروس، ولكن يبقى هذا الفيروس هو عبارة عن وباء عالمي لفيروس مستجد، ما زلنا عامة يعني الخبرة فيه من يعني من 5 إلى 6 شهور عالميا، وما زال عامة التعامل مع هذا الفيروس كوباء موجود، خبرتنا فيه لحد ما تعتبر قليلة. الفيروس لحد الآن حتى ما صار فيه له هناك تطعيم، ما زال لليوم البحوث والدراسات بالنسبة حق توافر الأدوية له والتعامل معه، ما زالت حتى احنا ما نعرف بالضبط التغييرات اللي تكون على الفيروس. أعتقد جميع هذه المعلومات واحنا كمملكة البحرين وهذا اللي يهمنا في البلد أن نتعامل مع هذا الفيروس كوباء مستجد قد تطرأ عليه أي تغييرات، فالاحتراز فيه هو الأوجب، وأخذ يعني الأمور الوقائية هي الأكثر عامة أهمية. فاحنا نتعامل معاه في البحرين او في مملكه البحرين على اساس ان هذا الوباء قام يحتاج الى احترازات ويحتاج الى امور وقائيه، وهذا ما نعتبرها عامه في مملكه البحرين لسلامه صحه الجميع، من دون لا يكون الاخ يعني ما فائده عامه ان نقول والله هذه الحين مرض يعني غير يعني ليس بوباء وتحول الى مرض ساري عادي. نتعامل معه باكثر احتراز، نتعامل معه بهدف عامة محافظة على صحة الناس والوقاية من الأمراض اللي أشد بإذن الله. الله يسلم الجميع.